يستحق لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين مثل ياسين. يعني هو بيعلمك إن آمين بالمهدي بالقصر يعني الهمزة حركتين، لأن ياسين الياء كم حركة؟ اثنين، تمام؟ يبقى بقصر الهمزة مع المد اللي هو المد العربي للسكون، يقول لك آمين زي ياسين. في ناس بتعكس مجد، تلاقي مدنا همزة ستة، صح؟ طيب هو يقول لك مثل ياسين، مثل ياسين يعني في الحركات، إن الهمزة حركتين وأمين ستة. طيب كمل. ويقال أمين بالقصر أيضا مثل يمين. كلمة يمين بيجبرك عشان تقيس عليها أمين، يبقى ممكن أمين. طيب لكن جماهير أهل العلم أنها مثل ياسين، تمام. أمين تمام، مش مثل يمين، مش بالقصر، مش بالقصر، تمام. طيب يبقى ذكر فيها لغتين، ماشي. معناه ومعناه اللهم استجب. انا لو قلت لك اعرف امين من اي انواع الكلام، هي اسم فعل امر، اسم فعل امر زي حي على الصلاه، حي زي صح، تبقى لك زي هيهات. أسماء أفعال أمر معروفة سواء كانت مضارعة أو ماضية أو أمر، أسماء الأفعال اسم فعل أمر، ممتاز. طيب معنى إيه اللهم استجب؟ هو بيقول يستحب، ما الدليل على الاستحباب؟ والدليل على استحباب التأمين ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين بدأ بها صوته، ولأبي داود رفع بها صوته، وقال الترمذي هذا حديث حسن. وروي عن علي وابن مسعود وغيرهم وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول، رواه أبو داود وابن ماجه وزاد فيه فيرتج بها المسجد والدارقطني، وقال هذا إسناد حسن. وعن بلال أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين، رواه أبو داود. يعني ربما من الله أعلم سنراجع هذا، أنه كان ربما يقيم قريبا من بابنا نحو حتى يسمع الناس، ثم يدخل مع الصلاة في الصلاة فحتى لا تفوت، يعني لا يفوت بلال التأمين، فكان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام بسبب لي بإيه؟ بأمين، يعني كأنه يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمهل عليه حتى يأتي من المحل الذي كان يكون فيه الصلاة ويدخل في الصف. ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن وجعفر الصادق أنهما شدد الميم من آمين مثل آمين البيت الحرام. يعني نقل عن بعض الناس أنهم كانوا يقرؤونها هكذا، ينطقونها هكذا آمين زي كلمة آمين، فتكون بمعنى قاصدين، يعني قاصدين إياك يا ربنا. لكن في كتب الحنابلة أن من قرأ التأمين هكذا في الصلاة بطلت صلاته، بطلت صلاته، لأن أصبح كلمة ليس لها معنى، ليس لها تفضل، يعني ليس لها معنى يتعلق بإجابة الإمام. نعم. قال أصحابنا وغيرهم ويستحق ذلك لمن هو خارج الصلاة
أصحابنا يقصد مين؟ ابن كثير يقول قال أصحابنا يقصد مين؟ الشافعية، لأنه شافعي يقصد هو من أئمة الشافعية، هو يقصد الأصحاب مين؟ الشافعية. فالشافعية عندهم أن أمين مستحبة بعد الفاتحة حتى لو أنت خارج الصلاة تقرأ قرآن ختمتك المعتادة قرأت الفاتحة تقول بعدها آمين. تفضل. ويتأكد في حق المصلي وسواء كان منفردا أو إماما أو مأموما وفي جميع الأحوال، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث عظيم، يعني أنت الآن لما تكون حريص على مغفرة الذنوب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب هذا الجزاء مغفرة ما تقدم من ذنب جاي على كلمة واحدة بس بشرط يوافق تأمينك تأمين الملائكة. يعني إذا قال الإمام آمين، قالت الملائكة في السماء آمين، والمأموم يقول آمين، فإذا وافق تأمينك تأمين الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. طيب وافق تأمينه تأمين الملائكة في إيه؟ هنشوفها. طيب. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا في صحيح مسلم. إذا قال أحدكم في الصلاة آمين، تمام، يعني هذا حتى لو لوحده، لكن لو قال قائل هذا الحديث محمول على الحديث السابق، أن الحديث السابق مفسر وأنه في صلاة الجماعة، ماشي، يبقى الملائكة في السماء تقول آمين وأنت في الصلاة خلف الإمام تقول آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب ما معنى الموافقة؟ هنشوفها. قيل بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان، وقيل في الإجابة، وقيل في صفة الإخلاص. طيب يبقى هو ذكر ثلاث أقوال، يعني موافقة قولك لقول الملائكة في الزمان، يعني محتاج يقظة وتركيز مع الإمام وهو يقرأ، قالوا رب ضالين، خد نفس وهيقول آمين فأنت تقول معاه، هذا إن شاء الله يوافق قول الملائكة في السماء آمين. لكن اللي غافل عن الشغلانة بيصلي فجأة لأن الناس بيقولوا آمين فجأة جايين في كده ولا لا؟ هو الناس بيقول آمين صح؟ ايوه كلهم موافقه في الزمان، يعني زمان القلب. ذكر قول ثاني الاجابه، مش زمان بل الملائكه ان شاء الله دعاؤهم مجاب صلاحهما، فمن وافق تأمينه في الإجابة، يعني في إجابة دعائه، لأن كلمة أمين اللهم استجب اللهم استجب. طب هو علشان يكون مجاب الدعاء مطلوب عدة أشياء، يطيب مطعمه ويبتعد عن أسباب التي تحول بينه وبين قبول الدعاء، يبقى من وافق تأمينه تأمين في إجابة دعائه
وغرائي أتقدم من ذلك. طيب، لكن أكثر أهل العلم على الأول أن المطلوب وفق إيه؟ ذلك. لأنه فإذا قالت الملائكة في السماء وقال، فمن فوافق قوله قولا، تمام؟ طب الثالث قال الإخلاص، يعني في صفة التأمين، فمن قالها بإخلاص تأشد الملائكة تقوله بإخلاص، وفق تأمينه وتأمين في الإخلاص، غفر الله متقدم من ذلك. والعلماء لهم أقوال، لكن أكثرهم على القول الأول. من بديع الأقوال قول الوزير بن مغيرة في كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح، له قول بديع، يقول الدعاء في الفاتحة للجمع اهدنا اهدنا، يبدل لما يقول اللهم استجب تستحضر في ذهنك، يعني اللهم هدنا أجمعين، اللهم هدنا إيه؟ أجمعين. يقول ابن هبيرة فمن كانت إرادته من المصلين هداية الكل غفر الله ما تقدم ذنبه. وده برضه بيحتاج استحضار، لأن في ناس بتقول كلمة أمين بشيء يعني خلينا نقول بطريقة الآلية، الإمام خلص بيجي قال أمين، لكن هو مش بيقول أمين على إيه؟ هو بيقول أمين على الدعاء اللي هو إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، والدعاء ده للجميع، فمن كانت إرادته من المصلين هداية الكل، دي دليل على سخاوة نفسه ومحبته للناس. غفر الله ما تقدم ذنبه. هذا رأي الوزير بن مغيرة، لكن أكثر أهل العلم على القول الأول، وأن المراد فقط وفقت الملائكة في وقت قولها. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعا إذا قال يا الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله. وقال الترمذي معناه لا تخيب رجاءنا. وقال الأكثرون معناه اللهم استجب لنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. كده خلص تفسير سورة الفاتحة من هذا المختصر المبارك. رجعوا ما تقدم، رجعوا مع بعض، كل واحد مع نفسه، أي طريقة شايفها. المقدمة التي فيها بعض المباحث المتعلقة بأصول التفسير، ثم تفسير سورة الفاتحة. إن شاء الله من الدرس القادم نبدأ في سورة الزلزلة إن شاء الله تعالى. وربنا عز وجل يبارك لكم فيما تسمعون، يبارك سعيكم وخطواتكم، اللهم امين. نقرا في معاك يا شيخ مطلي دور بتاعك. صفحة 16 الفقرة الأخيرة، وقد قال الله عز وجل في سورة طاف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وقد قال الله عز وجل في سورة قاف قاف والقرآن المجيد ما دلنا على عظيم ما خلق من السماوات والأرض وما بينهما من عجائب حكمته في خلقه، ثم ذكر الموت وعظيم شأنه، ثم ذكر النار وعظيم شأنها، ثم ذكر الجنة وما أعد فيها لأوليائه، فقال عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيدا، ثم قال بعد ذلك كله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الأجرجي رحمه الله تعالى يتكلم في سياق أن الله عز وجل وعد لمن استمع إلى كلامه فأحسن الأدب عند استماعه بالوعود الحسنة. وهنا في سورة قاف إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يكون جزاؤه الذكر. ثم قال بعد ذلك كله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأخبر جل ذكره أن مستمعا بأذنيه ينبغي له أن يكون مشهدا.
مشاهدا بقلبه ما يتلو وما يسمع، ينتفع بتلاوته للقرآن وبالاستماع ممن يتلوه. ثم إن الله عز وجل حث خلقه على أن يتدبروا القرآن، فقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه؟ ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل، وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم تفضله على المؤمنين، وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب، فحذر مما حذره مولاه الكريم، ورغب فيما رغبه فيه. قال الله هنا رحمه الله تعالى يشير إلى أن القرآن موضوعات. ليس بالضرورة أن تكون الموضوعات متميزة، السورة الفلانة الموضوع الفلاني والسورة الثانية، لا. في موضوعات القرآن، من جلال القرآن أنها موضوعات متداخلة. آيات الطلاق، خدت بالك، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم أطهر، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. مش هذه فائدة الطلاق؟ ايوه. فتجد فائدة الوعظ والتذكير وبيان عظيم وصفات الله عز وجل. طيب، وهنا بيبين لك ان القرآن موضوعات. المتدبر وهو يقرأ القرآن يدرك هو في موضوع ايه، ثم انتقل الى موضوع ايه. يعني هو من العناوين التي ذكرها من موضوعات القرآن معرفة الله عز وجل، يعني التعريف به سبحانه. والقرآن الكريم أول ما نزل من القرآن مطلقا أنه إنما هو في التعريف بالله عز وجل. إيه اللي أول ما نزل من القرآن؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. التعريف بالله عز وجل، وهذا من أجل موضوعات القرآن الكريم. يعني نقف هنا قليلا، التعريف بالله كموضوع من موضوعات القرآن. أول كلمة في المصحف الحمد لله رب العالمين، تعريف بالله أنه رب العالمين، أنه الرحمن الرحيم، أنه مالك يوم الدين. ودي أعظم سورة في القرآن. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في المسجد ثلاثة مرة وسأل أبي بن كعب أي آية معك من كتاب الله أعظم، إيه أعظم آية في القرآن اللي معك؟ تصور أن المعلومة دي ما وصلتناش، تصور أن ما نعرفش، تصور أن ما جاش حديث يبين لنا أن أعظم آية الكرسي، وتصور ان الحديث السؤال ده طرح على الامه في الزمن ده، كانت الناس هتتفق ولا تختلف؟ تختلف. كل واحد يشوف ايه اثرت فيها يقول دي اعظم ايه. المعلومه دي النبي عليه الصلاه والسلام ما قالهاش لابي، ده هو لسه بيختبر. ابي ما عندوش معلومه سابقه من النبي عليه الصلاه والسلام ايه اعظم ايه في القران اللي معاك ده. سأله ما الرب ما قالش تلعثم أو تردد أو فبين أجاب قال الله لا إله إلا هو. فرح النبي صلى الله عليه وسلم وضرب في صدره ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك العلم، أنت معك علم تستحق أن تهنأ عليه. السؤال كيف وصل رضي الله عنه لهذه الإجابة التي وافق عليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ نأمل أنه يعلم مما علم من النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلم مما علم من القرآن، إن أعظم معلوم وأعظم من تتعرف عليه هو من؟ الله عز وجل.
وأن هذه الآية متمحضة للكلام عن الله عز وجل، ليس فيها شيء آخر للكلام عن الله. الله لا إله إلا هو، 10 جمل كلها في حق الله عز وجل، ليس فيها شيء آخر للكلام عن الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة احشدوا اجمعوا أنفسكم، أريد أن أقرأ عليكم سورة القرآن، فجمعوا بعضهم احتشدوا فخرج فقرأ عليهم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم دخل الناس ما مشيوش السنين يقرأ عليهم ايه، فرجع فأخبرهم أنها تعدل ثلث القرآن. في كلام عن مين بس في سورة الله، وده أعظم أعظم موضوع في القرآن، إنك وأنت تقرأ القرآن تتعرف على أنت عندك مشكلة أيا كانت، مشكلة مادية اجتماعية صحية، فما أنت بتقرأ إن الله على كل شيء قدير. يعني أذكر في دعاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في دعائه كان يقول اللهم ارحمني فإني شيء وأنت أخبرت أن رحمتك تسع كل شيء. مش في كده في القرآن؟ أنا يجيب الحتة دي أنا شيء التفاعل مع القرآن، بس هو فاهم فاهم القرآن موضوعات، وأن أعظم موضوعات القرآن تعريف بالله، أنت إيه اللي جنبك إيه اللي تعبك أي شيء. طب أنت عاوز تطمئن أنا بذكر الله تطمئن القلوب. طبعا عاوز النجاح والفلاح واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، كله متعلق بالله عز وجل، متعلق بالله عز وجل. طيب الامور طيب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. طيب فهو بيذكر هنا بعض العناوين، المتدبر هو عارف بيتعامل مع القران ازاي، عارف بيتقي. فمن ضمن الموضوعات اللي ذكرها التعريف بالله عز وجل، قال فمن تدبر كلام الله عز وجل عرف الرب عز وجل وعرف عظيم سلطانه وقدرته. انت خايف من مين؟ ايا كان اللي انت خايف منه، القران بيتكلم عن كل الناس بل والجن ايضا، انهم لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا. هو لا يملك لنفسه فضلا عن ان يملك لك انت. طيب وعرف عظيم سلطانه وقدرته وعرف عظيم تفضله على المؤمنين. بعد ما يعرف الله عز وجل بأسماء وصفاته وعظيم قدرته يتعرف على الله من خلال نعم الله على عباده، وما بكم من نعمة من الله، وإن تعرفوا نعمة الله تحصوا. هذا موضوع أيضا، موضوع إنعام الله عز وجل على عباده، وأن أي نعمة أنت فيها إنما يمن، وهذا يتطلب شكر. طيب هذا موضوع آخر. قال وعرف عظيم تفضله على المؤمنين، وهذا تفضل على المؤمنين لأن أي نعمة موجودة في البشر من الله، ثم زاد الله المؤمنين خيرا اللي هي النعمة الدينية نعمة الهداية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم. طيب قال وعرف ما عليه من فرض عبادته فألزم نفسه الواجبة فحذر مما حذره مولاه الكريم. يبقى هو عارف أيضا من ضمن موضوعات القرآن الطريق الموصلة إلى الله اللي هي تفاصيل العبادة. أنت عرفت الله، طب أريد أن أعرف الطريق الموصلة إليه العبادة، واضطر دفع محاذير وفيها وفيها. طيب فحذر مما حذر المولى الكريم ورغب فيه ما رغبه فيه. تفضل. ولو كانت هذه صفته عند تلاوته للقران وعند سماعه من غيره كان القران له شفاء، فاستغنى بلا مال وعز بلا عشيره وانس بما يستوحش منه غيره، وكان همه عند تلاوته سوره اذا افتتحها متى أتعظ بما أتلو، ولم يكن مراده متى أختم السورة، وإنما مراده متى أعقل عن الله الخطاب، متى أسجد، متى أعتذر، لأن تلاوته للقرآن عبادة،
والعبادة لا تقوم بغفلة، والله الموفق لذلك. واحد عنده ورد عاوز يخلص، همه آخر الصورة، همه الوصول إلى آخر الصورة، لكن لا، اللي بيقرأ القرآن متدبرة مش همه كده. شوف الأسئلة اللي حاططها لنفسه، اعتبر ان هي مطبوعة كده، اعتبر ان هي على غلاف المصحف من بره، اعتبر ان هي محطوطة على الحيطة قدامك وانت بتقرأ. متى أتعظ بما أتلو؟ متى أعقل عن الله الخطاب؟ متى أستجر؟ أنا ختمت القرآن 20 ختمة، 30 ختمة، 50 ختمة، أنا لسه زماني ليه؟ دي السؤال اللي وجهه لنفسه، هو إيه اللي بيحصل؟ أنا ما اتغيرتش ليه؟ ما هو إذا هو كل ختمة، الختمة دي زي اللي فاتت، حاله بعد الختمة زي حاله أول ختمة، ماذا استفاد من قراءة القرآن إذن؟ طيب كمل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تنثروا نثر الدقن، ولا تهزوه، ولا تهزوه هز الشعر، كفوا عند عتائبه وحرقوا به القلوب، ولا يكن هم احدكم اخر الصوره. لا تنثروه نثر الدقن. الدقن زي ما كاتب عندك في الحاشيه: رديء الثمر. دي وصية من عبد الله مسعود. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن يقرأ القرآن غدا طريا فليقرأ على قراءة مين؟ ابن أم عبد. قصد يعني هو من الصحابة المميزين في القرآن، يبقى نصائحه نصائح متمرس خبير، نصائح مشهود له بأنه من أهل القرآن، من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: لا تنثروه نثر الدقر، قفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب، ولا تهزوا هذا الشعر. ونثر الدقن نذكره أن قمنا الصلاة. المدينة ذات تمر، حتى في وصف النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيتكلم عن رؤيا في القرية التي سيهاجر إليها أنها ذات نخل. المدينة فيها نخل كتير ذات تمر، فمشهور فيها التمر وصناعة التمور والعناية به من قديم. صاحب التمر لما بيفرزه عشان يطلع الرديء ويطلع الجيد، بيغربل كده، خدت بالك؟ فالرديء يطلع على جنب. فاكر أمك الحاجة أيام زمان لما كانت بتغربل وتلاقي الغلة الضعيفة مع القصلة مع طالع كده على جنب، فيغربل فيطلع الدقل على جنب. الدقل ده رديء التمر، التاجر هيحطه مع التمر ولا هيرميه؟ طيب هو هيرميه. طب لما بيرميه هو اصلا رديء فاسد بايظ، نفسه هتتعلق به؟ لا، تتعلق به نفسه. انتبه. طب هو خد ده لحد برمان. طيب اذا يرميه زهدا فيه، صح؟ لا تتعلق به نفسه ولا ينتفع به غيره. بقول له: ما تكونش علاقتك كده بقراءه القران، انك تقرا قراءه الزاهد فيه، نفسك مش متعلقه به، وسامعه منك لا ينتفع به. ما تعملش كده مع القران. كيف جاي حديث بقول؟ ما يكونش حالك مع القران كحال تاجر التمر اللي ما يمسك يرمي. اقرا الصوره دي، هات الصوره بعدها، الصفحه اللي بعدها، ولكن حاجه حصل، لم يبقى في نفسه منه شيء، ولم يظهر في سلوكه، ولم يظهر في قوله ولا فعله ولا تخشعه ولا صلاته ولا علاقته بالناس. هي هياها سوء الخلق، هو غلظه مع الزوجه، مع الجار، مع شهوة العين زي ما هي، شهوة القلب زي ما هي، اللسان زي ما هو. ولكن ما تعملش كده مع القرآن. لا تنفروا نفر الدقل، ولا تهضوا هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم احدكم اخر السور. نكتفي بهذا القدر. هذا الله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك،
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون مضي علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أمكنتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انزل الكتاب وانزل السحاب، هزم الأحزاب، اهزم اليهود وزلزلهم، اكسر شوكتهم وازل دولتهم، وخالف بين كلمتهم وأثر الرعب في قلوبهم، وانزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انجِ عبادك المستضعفين في غزة وفي فلسطين، استر عوراتهم وامن روعاتهم، واطعم جائعهم وامن خائفهم، رد غائبهم، اشف مريضهم، وتقبل شهداءهم. اللهم ارزقهم نصرا عزيزا وفرجا عاجلا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم الحق. اللهم اغفر لنا تقصيرنا فيهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد.